والكهل قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين وإلكم أتدعون أية يد طعنتنا منكم وأية نفس ندعت إلى قتالنا أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا والله قست قلوبكم وغلظت أكبادكم وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون فتبا لكم يا أهل الكوفة أي تراث لرسول الله قبلكم وذحول له لديكم بما عنتم بأخي علي بن أبي طالب عليه السلام جد بنيه وعترته الطيبين الأخيار وافتخر بذلك مفتخر فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماحي وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاحي بفيك أيها القائل الكسكس والأسلب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذاب عنهم الرج فاكظم وقعي كما أقعى أبوه فإنما لكل امرئ ما كسب وما قدمت يداه أحسدتمونا ويلا لكم على ما فضلنا الله تعالى به فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحر كساج ما يواري التعامصا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد أحرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأغرمت أجوافنا فسكتت وخطبت أم كلثوم بنت علي عليهما السلام في ذلك اليوم من وراء كلتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت يا أهل الكوفة سواتا لكم ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه ودبيتم نساءه ونكبتموه فتبا لكم وسحقا ويلكم أتدرون أي دواء انتهتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتموها وأي كريمة أصبتموها وأي صبية سلبتموها وأي أموال افتهبتموها قتلتم خير رجال